اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اخوانا اريد اتكلم عن قضية، وهي قضية انه انا هسه اللي مخلي هاي الصورة خلفي وهو العلي العمية. هذا علي العمية طبعا هو رجل محترم، جدا محترم، لكن انا للكلام ما مجه اله. الرجل يعني يساعد الناس، يساعد الفقراء، وقبل ايام انا رحت للمكتب مالته، وايضا هم الرجل ما لقيته، ردت انه اسلم علي الرجال. يعني صاحب غيرة، صاحب شهامة، انه اصدقاء يشتغلون وياه يعرفوا حق المعرفة. لكن انا خليت هاي الصورة لانه هو الرجل مميز دفان من اهل النجف، حتى تعرفون انا راح اتكلم عن ايش، عن الدفانة. اخوان احنا جاي نشوف يعني، وهذا الكلام ايضا موجه للدولة، انه قضية الدفانة اللي موجودين بداخل النجف جاي يستغلون بعض الجنايز، يعني يستغلون يعني هو اللي ميت لميت، يعني بيموت للميت. هذا طبعا مهجوم بيته. والله انا كثير من الاصدقاء قبل ايام انه انا دفنتهم، اخذتهم وطلعنا للدفن مالتهم، اخذناهم للنجف. لكن المصيبه يم الدفان هسه منه، هو الله يرحمه مشتري القاع، وبالاضافه ياخذ 600 مدري 700 الف دينار. خوش يعني انا والله واقف بني مغيسل، يعني الناس جاي يجيبون، يعني كل من اللي عنده 200 واللي عنده 300 واللي عنده 500 يجيبون يخلون بجيب يعني صاحب الجنازه ولي امر الجنازه. خوش وبالاخير شالهن والطاهن المن الطاهن لهذا الدفان. يا اخي 700 الف دينار ترى يعني، بس اقول لك يعني ماخذ له قطعه ركن مثلا اللي تطلع منها محلات. والله انا يعني عجيبه، يعني انتم يعني انا بنيت الاثنين محلات بيتي كلف 1.5 مليون، كل واحد 700 الف دينار، وقبر طوله متر بعرضه 60 سنتيمتر جاي بهذا السعر، يعني اللي الله ما يقبل سبحانه وتعالى. وجاي يحلف يقول والله من جوبنا احنا جاي نطي، الساعة من جوبنا نطي، شو انت تطي من جوبك؟ اولا هي انت ماخذها من الدولة، والدولة هذا مخليته مدفن، انت تاخذ 700 الف دينار، الله سبحانه وتعالى، عمي ناس ترى ما عندها كيفية لك، الله ما عندها، يعني بهاي الحالة اللي ما عنده 700 يعطيك اياهن، شو يسوي مثلا؟ وين يدفن؟ يدفن على شان؟ يدفن على يعني حافة نهر؟ الله سبحانه وتعالى يا اخي بالمرصاد. انت كيف هذا الطمع؟ كيف هذا الجشع؟ هذا الدفان ياخذ، والحفار ياخذ، والمغسل شي ياخذ. هسه والله المغسل شي لا، يعني بعض يعني مكانات التغسيل يعني ببلاش، مثل يعني مثلا عندك مغتسل السيد الصدر رحمه الله عليه، يعني هذا ببلاش، وكثير من المغتسلات هم يعني ب 30 ب 40 الف دينار هم هينه. لكن المصيبه انه ترجع للقبر، الحفار القبر، هذا حفار القبر ما يشبع من هاي الفلوس. الله سبحانه وتعالى بالمرصاد يا اخي. يا اخي هو ميت لميت، وبعد وراه فاتحه، وبعد وراه هواي امور، وتشوف اموره يعني وتاخذ منه 700 الف دينار. فاحنا اللي نريده من عندكم نتدفن، اذا ما تلتزمون بهذا الكلام يعني انه لابد وان ترجع هذه القضايا البلدية النجف، انه يحاولون بلدية النجف هم اللي يتولون امر الدفن. يعني صعوبه الانسان يعني اذا ما عنده فلوس يقوم يجدي ويروح يدفن يومكم، يجدي ويروح يدفن يومكم. طبعا وانا اسف انه مخلي صوره يعني علي العمية، انه لا، لانه هو لماح من دفانه اهل النجف، وانا اتشرف بالرجل، والرجل انه انا جابوا لي اخبار ان الرجل جدا شريف وراقي ومتهاون مع الناس، بس انا خليته لانه هو رمز الدفانه. يعني انا ما جاي انه احمل عاتق الدفانه الموزينين على علي العمية، لا لا، لكن انه خليت الصوره مالته حتى انه تعرفون انا جاي اتكلم عن الدفانه وعن طمعهم وعن جشحهم. وانا اسف انه خاف علي العمية انه يقول لك هذا الشيخ تكلم عني. فجزاكم الله الف خير، ونسال من الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالخير والعافيه، وان يفرج عنا بحق محمد وال محمد. لا تنسونا بافضل دعائكم، والسلام عليكم.